صباح الخير على كل اللي بيشوفونا النهاردة، وأهلا بيكم في أولى حلقات برنامج الحياة فكرة. هي الحياة فكرة ولا الحياة فرصة؟ طب وهي الفرصة إيه غير إنها فكرة؟ يا إما فكرة أنت نفسك كشخص فكرت فيها، يا إما فكرة حد عرضها عليك. وطبعا مطلوب منك يا إما هتستغلها وهتمسك في الفكرة دي وهتنفذها، وبالنسبة لك هتبقى فرصة أنت استغلتها صح، يا إما هتضيعها وتبقى فرصة وراحت عليك. علشان كده احنا قررنا ان برنامجنا يكون اسمه الحياة فكرة. الحياة فكرة بتمسك فيها، بتمسك في حلمك، بتنجح، بتحقق حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لك. احنا هنا في برنامجنا هندور على شخصيات يكونوا مسكوا في افكارهم وفي احلامهم وحققوا نجاحات في حاجات كتيرة جدا بالنسبة لهم. اعلم شيئا عن كل شيء ولا تعلم كل شيء عن شيء. بصراحة دي المقولة المفضلة بالنسبة لي. انا بحب دايما اعرف كل حاجة عن كل حاجة موجودة في العالم، بحب ان انا ادخل مجالات كتيرة جدا، بحب ان انا اعرف تفاصيل كتيرة جدا. كذلك بندور دايما على الناس اللي بتنجح في اكتر من حاجة، هم عندهم متخرجين من حاجة معينة بس هم حبوا يشتغلوا حاجة تانية، بالنسبة لهم هو النجاح في المكان ده، او شايف نفسه في المكان ده. النهاردة معانا ضيف المفروض ان هو بدايته كمهندس ديكور سينمائي، بس قدر بعد كده ان هو يدخل مجال الميديا ويبقى مساعد مخرج ويبقى ممثل ويبقى موديل. هنتكلم مع الضيف النهاردة عن كل تفاصيل حياته وتفاصيل شغله، بس خلوني في البداية أرحب بزميلتي أسماء. صباح الفل عليكي أسماء. صباح الفل يا رانيا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا النهاردة. فعلا زي ما رانيا ما قالت، الحياة فرصة وفكرة في نفس الوقت. كل الفرص اللي بتجيلنا في الحياة مش بتجيلنا كده وخلاص، أكيد ليها سبب. وكل الفرص اللي بتيجي لأي شخص بيقولك انت امسك فيها. همسك فيها ليه؟ علشان انا عندي حلم ولازم احققه. الحلم اللي هحققه النهارده هيفضل معايا لقدام، هتطور من نفسي وهكون شخص اكتر نجاحا. النهارده الشخصيه اللي معانا قدرت فعلا تحقق الفرصه دي، وقدرت تمسك في كل فرصه الحياه ادتها لها بكل الطرق. النهارده معانا مهندس الديكور والممثل والمخرج والموديل حسام التركي. اهلا بيك يا حسام. اهلا بيك يا حسام. طبعا احنا عارفين ان انت اول بدايتك كانت مهندس ديكور، فانا حابه اعرف كانت مهندس الديكور دي كدراسه ولا كانت كهوايه؟ لا، هي هوايه. انا اصلا لازم معلومات. تمام. طب مهندس الديكور قدرت تحقق فيها نجاح فعلا كبير قوي؟ انا اصلا شغال في المجال ده من وانا عندي 15 سنه. كبيت بقى ورشه نجاره وحاجه بسيطه كده على قدي، وبعد كده وصلت بقى ايه، واحده واحده طبعا بتطور من نفسي. طبعا كشهاده انا مش نظم معلومات، لا انا مش حابب ده، بعيد عن المجال يعني. بعيد عن المجال. حتى انا خدت كورس كمان في الصحافه سنه. تمام. ومع استاذ هيثم جويده ما شاء الله، وما اشتغلتش يعني. ما حبيتش ان انا المجال ده اصلا ما حبيتهوش. نزلت بعدها فتره كموديل اعلانات، اعلانات كتير مع محمد رمضان وكريم عبد العزيز، بس برضو اللي هو حاسس ان في فرصه لا مش هتيجي دلوقتي او لسه بعيده شويه، فبعدت عن المجال ده فتره. بعد كده لقيت المخرج بالله العربي بيكلمني، حسام انا عايزك معايا فيلم المعوده كمان ديكور. طب احنا خلينا هنتكلم شويه عن الافلام بعدين شويه، بس خلينا نبدا. انت موضوع مهندس ديكور، التصميمات مثلا ده شغلك، ولا انت حد بيجي يطلب منك حاجه معينه، ولا انت عندك افكار معينه بتنفذها؟ لا، هو في ناس بتطلب طلب معين او ديزاين معين، وفي حاجات انا اللي بعملها. تمام. طبعا مع كورسات، مع الشغل، مع الممارسه. انا بقول لك من وانا عندي 15 سنه وانا شغال، فالموضوع بقى بيتطور يوميا. طب يعني انت اخذت كورسات اصلا في الديزاينات، او انك تعرف تصمم الديزاين بشكل احترافي، او انك اصلا تطلع فكره معينه في دماغك وترسمها كده على ورق وتنفذها، ولا الموضوع بيبقى صعب؟ لا، هو مش موضوع بيبقى صعب، الموضوع فكره زي ما انت قلتي صح. بس قدر حد يساعدك؟ يعني اي حد في حياتنا بيبقى محتاج سبورت ليه. كان حد موجود ان هو يبقى سبورت ليك، ولا كان لوحدك؟ طبعا هو لوحدي، بس الكلام من اصدقائي، من والدي في البيت، من والدتي، كل ده برضو بيبقى ايه، سبورت عليا. ما فيش بقى موضوع ان انت مش تنجح وانت مش فاشل وانت الكلام اللي بنسمعه دايما في حياتنا. طمنتني. لا، في وفي. طيب انت بدات في مجال الميديا كمهندس ديكور ولا كممثل او مساعد مخرج؟ كمهندس ديكور في كان فيلم المعهوده. فيلم المعهوده. كان مع المخرج بلال العربي. تمام. واستاذ احمد ابراهيم ممثل، واستاذ شمس، وحسن الترك، وعنايه صالح، وكذا حد يعني. الديكور بتاع الفيلم ده كان انت اللي منفذه؟ الفيلم كله، حتى تصميم ومن الالف للياء يعني. من الالف للياء. حتى هو المخرج بلال العربي قال انا عايز اشنق طفل.
فحسام انت معاك ساعه ومديني حته ارض فاضيه اعمل لي مشنقه واهل البلد كلها المفروض هيجوا يتفرجوا هو اصلا مش معايا ماتيريال هو فيلم رعب اصلا هو اصلا فيلم رعب ومش معايا ماتيريال تمام فكنا بنصور في قريه اصلا القريه دي يعني تقريبا شبه منعزله قريه الصباح في محافظه في مدينه اليوم فطبعا انك تجي لك فكره انك تعملي مشنقه في ارض فاضيه ومفيش ماتيريال اصلا معاكي هو الموضوع وفي خلال ساعه تمام هو بقى حلو جدا الفكره يعني. بقى بتبقى هنا بالظبط هي هو عشان كده احنا بنقول احنا برنامجنا الحياه فكره علشان هي فكره معينه بتجيلك وبتنفذها على ارض الواقع ما شاء الله يعني برضو موضوع انت تعملي مشنقه من اللا شيء ده ابداع لا وكوخ معهوده و... أيوة وبرضو نفس المكان برضو مكان بعيد ومكان ما فيهوش حد خالص ومفيش ماتيريال يعني انا اعمل ايه طيب طب هو يا ريت لو الفيديو يكون جاهز علشان يتعرض معانا البرومو بتاع الفيلم واحنا بنتكلم عنه تمام اوكي احنا هنعرض دلوقتي البرومو بتاع الفيلم المعهودة. انت كنت فيه مهندس ديكور ومساعد مخرج تمام اوكي طيب يعني انت بدات كمهندس ديكور تمام كده وانا في الديكور ماسك في الفيلم ديكور فالمخرج باللغه العربي شاف ان انا ماسك ديكور بس يعني ايه شغال معاه في كذا حاجه تمام فبدايه بقى مساعد مخرج كان هنا طيب احنا هنطلع نتفرج على الفيديو وهنرجع لكم تاني طب احنا زي ما شفنا الفيلم الرائع ده طبعا يعني احنا اكيد اتفرجنا على اجزاء كتير منه عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي انا عاوزه اعرف اول عمل شاركت فيه كممثل وكانت البدايه منين يعني انت ازاي دخلت مره واحده كده بقيت ممثل هو انا كنا في مسلسل اسمه البابا يجب برضه كان رعب اوكي واحنا يعني شغالين فيه لقيت بلال بيقول لي بص المره دي بقى يعني انت مهندس ديكور ومساعد مخرج فالمره دي لا هتبقى ممثل فاللي هو يعني ازاي منين فين هي جت كده يعني مره واحده يعني انت اشتغلت الثلاث حاجات مع بعض في مسلسل بابا يجب الثلاث حاجات طب قدرت ازاي توفق يعني حاسه ان الموضوع هو مش هقول لك ان هو صعب هو اكيد صعب على حد لسه مش فاهم مهنه التمثيل ومش فاهم مساعد مخرج بيعمل ايه ومش فاهم مهندس ديكور قدرت ازاي الثلاثه توفقهم مع بعض ويطلع نجاح حلو في المسلسل بص هو الحافك الحافك لا بس انت كل ما انت حاطه هدف في دماغك او عايزه توصليه هتوصليه صح لا بس هي الفكره برضو يعني انت قاعد مثلا مطلوب منك ان انت هتقوم تنفذ مشهد دلوقتي والمفروض ان انت مساعد مخرج يعني انت بتتابع تنفيذ المشهد بيحصل ازاي اصلا في حين ان الديكور تمام الديكور خليه انت اللي عامله وهو ثابت وتمام موجود معانا انما حته ممثل ومساعد مخرج مع بعض دي لا ومره واحده صعبه قوي مره واحده لا لا انت النهارده هتكون ممثل معانا ايوه بالظبط جبتها منين طيب لا هي بصي طول ما انت حاطه املك على ربنا وعايز تنجح في حاجه هتوصل طب كان دورك ايه بقى في مسلسل بابا يجا هو بيتكلم عن ايه اصلا هو بيتكلم عن شباب المفروض ان هم طالعين زي رحله عيد ميلاد او كده وراحوا في فيلا والفيلا دي مهجوره ومعاهم بنت البنت دي اصلا كانت جد الكاهن من يعني من فتره كبيره وكان متوافق قصه كبيره كده ولقوا هون في الارض وانت الكاهن بقى انا الكاهن انت اللي كنت عامل الرعب يعني انت اللي هترعب فانت هتشوفيني اصلا مش انا هو انا بصراحه شفته فانا اتخضيت ايوه حقيقي بس على فكره هو ده النجاح يعني ان انت تتغير اصلا من الكاركتر كلها وتبقى اكتر من شخصيه في حاجه واحده بس هو ده النجاح انا قدرت اوصل مش بيجي لك الاحساس ده ما هو بيجي لي بس اقول لك على حاجه هو برده كل واحد بيكمل التاني يعني كان معانا سبيشال افكت رائع جدا رامز وحيد طبعا هو لما بيجي يعمل الكاركتر انت لما تشوفي الكاركتر على نفسك انت خلاص بتدخلي جوه الشخصيه اكيد طبعا فده بيبقى الموضوع مختلف تماما شويه طيب احنا بقى نسيبنا من التمثيل والاخراج ومهندس الديكور دي نركنهم على جنب شويه احنا عرفنا ان انت دخلت مجال الموديل قولي بقى دخلت المجال ده ازاي كان في حد صديق عزيز عليا قوي اسمه طه زنتي هو مصمم ازياء تمام كلمني قال لي حسام انا عايز اعمل ديفيلي وبرضه انا عايزك ايه مهندس ديكور الديفيلي يعني برضو حتى الموديلنج دخله كمهندس ديكور هو تقريبا كل خطوه بيبقى هي البدايه هي لازم مهندس ديكور ماشيه معاك يعني داخل ديكور اصلا الديفيلي انا ماسك الديفيلي كامل ديكور وكل حاجه وانا شغال حسام انت النهارده طالع معانا طالع معاك فين حضرتك لا فاشن شو الله ده فجأة في نفس اليوم وانت اصلا مش متعود مثلا على مشية الفاشون او العرض او كده طب ايه بصي عارفه انت في ناس كده ببقى عارفاها في حياتي اللي هو انا رايح المكان ده عشان اعمل كذا لا انا لقيت نفسي بعمل كذا
بالظبط. لا وعلى فكره هو كان خلاص يعني انا كنت شغال اصلا في الديكور وبخلص والوقت كان فاضل بالظبط 10 دقائق وبخلص 10 دقائق وخلاص احنا نبدا. يعني انت انت هتفنش الديكور وخلاص بالنسبه لك الموضوع انت وهو 10 دقائق ويبدا. اوكي حسام انت هتطلع تطلع فين؟ طب هو كان يعني مثلا الموضوع ده كان حجز مثلا عنده في الناس او حد مثلا حصل له ظرف او كده؟ والله يعني هو قال لك يجيبها لك مفاجاه. مش عارف انا بقول له يا طه طب ازاي ما ينفعش انا ده فاشن شو يعني مش هاخد صوره او اتنين يعني لا قال لي هتطلع ازاي طه؟ لا طب عملتها ازاي بقى؟ ما انا مش عارف. انا عندي فضول اعرف يعني ازاي قدرت ان انت تتغلب مثلا على اكيد اكيد اتوترت طبيعي يعني لان هي حاجه مفاجاه بالنسبه لك اكيد اتوترت فازاي بقى قدرت تتخطى حته التوتر دي وتعمل حاجه كويسه وليها ماشيه معينه وطريقه معينه بالظبط ما هو قبلها حاجات كده قبلها كنت انا يعني خلصت مسلسل بابا يجا فانا خلاص وقفت قدام الكاميرا فانا عارف التفاصيل فيه فانا اول ما خرجت من ورا الستيج فخلاص انا مش شايف حد قدامي فانا شايف ان انا هعمل ايه بس هو ده الموضوع كان كده يعني انت بتعرف تفصل اه على فكره الموضوع ده مهم لاسباب كتير لان شباب كتير جدا في حياتها بتتكسف من حاجات شبه كده بيجي لهم فرص كتير بس يقول لك لا انا مش هقعد قدام الناس الناس مش هتشوفني طب لا انا مكسوف انا خايف ما هو ده حصل لي انا ورا الستيج بس انت خايف جواك بس عملت ما هو طيب. انا اول ما خرجت من يعني اول خطوه من قدام الستيج على طول خلاص انا لقيت الموضوع انا فصلت اه طيب هنروح نشوف البرومو بتاع مسلسل بابا ياجا ونرجع تاني اكيد ان دي طبعا احنا شفنا حاليا برومو مسلسل بابا ياجا هو مسلسل قصير واتعرض على التلفزيون وموجود على اليوتيوب بصراحه شكلك فيه خوف بجد حقيقي انا اصلا لما شفته يعني احنا واحنا بندرس الحاجات اعمالك وكده لما انا شفت البرومو ده انا كنت خايفه منك حقيقي بجد ده طيب فهموني ايوه بجد والله انا كنت خايفه بس خلينا نرجع تاني لمجال الموديلنج قول لي بقى ايه هي الفاشن شوز اللي انت شاركت فيها هو طه بعد اول فاشن شو اصلا تابعت معاه فيها لقيته بعد كده بيكلمني انا عايزك في كايرو فاشن شو تمام ده كانت اول حاجه وبعد كده لقيته برضو بيكلمني ماك فاشن شو بعد كده برضو بيكلمني في ايجي فاشن شو فاللي هو يعني هو برضو الموضوع كان طه يعني طه زي انت مصمم الازياء هو برضو اه يعني هو الديزاينر او الستايلست بتاعك أوه. اللي بتطلع تعرض هو برضو الستايلست بتاعي لحد طب كويس ما شاء الله طيب خلينا نرجع بقى لاعمالك الفنيه ايه الحاجه اللي انت عملتها تاني بعد البابا ياجا وكانت تمثيل ولا اخراج ولا ديكور برضو ولا موديل انا بقيت متوقعه ده الاربعه مع بعض المره دي بعدها عملت مسلسل عن الكورونا فيلم عن الكورونا اوكي في اول الكورونا بالظبط تمام اسمه 3 ايام فيلم قصير اوكي كنت مخرج منفذ ومهندس ذكور وممثل ومنتج كمان لا يعني هو ده اللي لسه بس هو بلال بقى لقيته بيحطني بقى في حاجات ما شاء الله طيب ده اتعرض برضه على التلفزيون ولا موجود يوتيوب لا اتعرض على التلفزيون وعلى اليوتيوب تمام هو بصراحه رائع يعني انا شفت فيه شويه انا حسيت ان انا جوه الفيلم والله اللي هو انا بيحصل معايا كده ومش عارفه طب انا هروح فين واجي منين اتصرف ازاي اللي هو لا اهدي احنا في مش في الحقيقه خالص ده تمثيل انت عشت الموضوع ده يعني عشت جو الكورونا فعلا واللي حصل جواها وازاي الناس بتموت والناس كلها خايفه عشت الجو ده احنا كنا عايشين الجو لسبب كمان احنا الفيلم اسمه 3 ايام كان كل يوم شوت الفيلم معمول على 3 شوت يعني انتوا اخدتوه في 3 ايام فعلا لا انتوا 3 شوتات يعني في نفس في نفس الوقت فاللي هو اليوم كامل في شوت واحد لا كنا عايشين الدور قوي تمام كنا حاسين فعلا ان احنا في يعني في كورونا وفي الحظر اللي حصل حسينا بكل ده طيب يعني الفكره بقى اصلا جت منين او مين صاحب الفكره بتاعت الفيلم مهتاب عبد الفتاح تمام طب يعني هي جت عرضتها عليكم ازاي اصلا؟ هي عرضتها الاول على المخرج بلال العربي وبعد كده بلال راح مكلمني فيها. اخترنا اللوكيشن وبدانا. انت اخترت تبقى مهندس الديكور وممثل ومساعد ولا جت معاك اللي هو مثلا لا انا حابب ان انا امثل الدور ده فانا عاوز امثله وكده كده انا اللي بعمل الديكور وكده كده بساعد المخرج يعني انت شغلانتي اصلا يعني انت اخترت ولا هي كانت ايه الموضوع كان ايه بالنسبه لك؟ هو الموضوع بيجي كان بيه كده بص هو انا عاجبني موضوع ان فعلا انت بتستغل كل فرصه بتيجي هو انا اساسي انا مش هضيع لا هو انا اساسي ديكور بس هو برضو لما بيجي يعرض عليا مثلا دور او حاجه فانا بشوفه
اذا كنت انا هقدر، لان انا مش برضو بروفيشنال قوي ان انا اعمل كل حاجه. اكيد هو كان بيعرض عليا مثلا، انا خلاص انا ممكن اقدر اعمل ده. طيب انت حابب الموضوع اصلا ولا يعني بتؤديه كده وخلاص؟ لا حابب. اي انت حابب تدخل مجال الاربعه؟ لا مش الاربعه، يعني هو كديكور كده، الديكور كده اساسي اصلا بالنسبه لي انا لحد النهارده. ورشتي موجوده ولحد النهارده انا بشتغل فلاش، فده دي حاجه اساسيه اصلا ملهاش علاقه باي حاجه. لكن كهوايه الاخراج والتمثيل. طب انت ديكور سينمائي بس ولا بتعمل برضو اجهزه يعني البيت وكده؟ بعمل كل حاجه، يعني ديكور منزلي. طب ما شاء الله، دي حاجه كويسه ما شاء الله. متعدد المواهب. لا حصل والله حصل. لا اساسي اصلا، يعني اصلا ديكور منزلي. تمام، اللي هو الاساس بتاع البيت بقى. اساس البيت كامل. صالونات. من انت 15 سنه يعني بدات امتى مثلا تحس ان لا انا ممكن اعمل حاجات كتير لنفسي ومع نفسي؟ من سن كام مثلا؟ 18. من بعد 15 دي 18. ما شاء الله 18. لا حلو عايش. انت بدات الموضوع الديكور ده مع حد وبعدين اتجهت انك هتشتغل لوحدك، ولا انت من الاساس بادئ بقى؟ لا من الاساس بادئ مع والدي. اوكي تمام. من الاساس اصلا والدي. ووالدك برضو بينفذ هو افكار معينه ليه ولا اللي بيطلب منه؟ لا اللي بيطلب. اللي بيطلب. انت بقى قررت ان لا هتخرج بره الاطار وانت هتفكر وتنفذ. طب معلش، مفيش مثلا حد جالك وقال لك انا عايزك تعمل لي صالون او اوضه نوم او اي حاجه فبس اعملها على ذوقك، فعملتها له انت بقى بمزاجك وبدماغك وكده؟ لا هو ما ينفعش يعني. هو ده اصلا انت اصلا بقول له بعد كده لا معلش ذوقك مش عاجبني. اكيد حتى لو انت ذوقك حلو، بس هي يعني انا ذوقي غير ذوقك غير ذوق رانيا، فكل واحد فينا بيختلف. لا انا بصمم الديزاين وبدوله، يعني الديزاين ده تمام بالنسبه لك؟ تمام. فانا بنفذ بناء على الديزاين اللي هو خلاص قرر عليه. بيبقى برضه في مشاركه. طيب احنا عرفنا ان انت عندك حاجه قريب، يعني في عمل قريب ومشارك فيه كممثل وكمساعد مخرج وكمنتج كمان اعتقد، والفكره فكرتك. هي الفكره فكرتي. اوكي. فكره واخراج. اشرح لنا بقى الموضوع. حته صغيره مش هنحرق الدنيا، بس حته صغيره. هو الموضوع جالي ازاي؟ في مصر اصلا بيحصل اليومين دول في حد بيجي بياخد فلوس من الناس على اساس ان هو يشغلها. تمام. بعد كده يقعد سنه سنتين ثلاثه وبعد كده يختفي. بالمناسبه الموضوع ده فعلا حصل مع حد مستريح اعتقد. لا لا حاجه زي كده شبهه. عايزه لا لا هي مش كده، يبقى شخص موثوق فيه جدا فانت بتدي له فلوس ان هو يشغل. لا انا اقصد هي الفكره بتاعت الشخص اللي هو كان هي حصلت مرتين، مره في كروت شحن والمره الثانيه كان اجهزه حاجات طبيه زي ادويه وكده. فالموضوع جالي، يعني الفكره دي جات لي، فانا كلمت واحد صديق ليا سيناريو حوار سيناريست، فقلت له انا معايا فكره كذا 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 وعايز اشتغل فيها. قال لي تمام. هو عمل السكريبت وانا ابتدات نفذت عليه. تمام. وبداتوا في الفيلم ولا لسه يعني؟ لا بدات وصورت، يعني بدات وصورت بس هو كان هيتعرض قريب؟ انا مستنيه جدا. لا حقيقي انا طيب مستنيه يعني جدا. يعني انت برضو دورك بقى فيه ايه؟ مخرج بس. انا الاخراج كامل ليا. تمام. مخرج وممثل. يعني احنا انتقلنا خالص من مساعد مخرج، خدي بالك، لمخرج دلوقتي. لمخرج. لا مساعد مخرج، كنت مخرج منافس في فيلم 3 ايام. وبعد كده وحاليا مخرج بقى. حاليا بس مخرج ده حاجه ليا انا، حاجه بره الصندوق. تمام. يعني بره خالص. هو الفيلم اسمه ايه؟ الخبطه. تمام. يعني الخبطه ده انتاجك ولا في معاك منتج؟ لا هو في منتج. تمام. يعني اخراج وتمثيل والفكره بتاعتك. طب ما شاء الله انت برضو ما زلت متعدد وديكور. وديكور برضو اربع حاجات يعني. بصي هو مصمم ان هو يدخل كل الحاجات مع بعضها. لا هو اساسي ديكور يعني. هو ده اساسي معانا، التمثيل والاخراج، من شويه مساعد مخرج منفذ، بعد كده مخرج. لا بس لا انا لسه قدامي كتير جدا يعني عشان خاطر هتوصلها ان شاء الله. بصي باللي انت فيه والفرص اللي بتجيلك وبتمسك فيها اكيد هتوصل ان شاء الله. بالظبط هو ده اللي احنا بنتكلم عليه في برنامجنا هنا، ان زي ما قلت لكم اعلم شيئا عن كل شيء ولا تعلم كل شيء عن شيء. دايما خلي عندك، بلاش هدف واحد، ما تحطش قدامك هدف واحد وخلاص هو ده، ولو ما وصلتلوش يجي لك احباط وتحس ان انت ما عملتش حاجه وتحس ان انت قصرت وان انت فشلت. لا انت حط قدامك اكتر من مجال واكتر من هدف.
ابدأ فكر انت حابب تعمل ايه، مش لازم اللي والدك بيقولك عليه مثلا هو شايفك هنا فانت تنفذه. طبيعي هم رأيهم بيبقى صح وهم بيبقوا شايفين حاجات احنا مش شايفينها، بس انت اعرض عليهم فكرتك وابدأ اشتغل على الحاجة اللي انت بتحبها. خلصت حلقتنا معاكم النهاردة، واستنونا في حلقة جديدة كل يوم حد الساعة 11 صباحا في برنامج الحياة فكرة مع أسماء زايد ورانيا عرام.